بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هناك قوانين غيبية هي المهيمنة على القوانين الطبيعية. القوانين الطبيعية هي ظاهر، والإنسان مكلف بأن يسير ويسير حياته طبقا لتلك القوانين الظاهرية، لكن هناك واقع، وذلك الواقع هو المهيمن على هذا الظاهر، وذلك الواقع هو إرادة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. صحيح أننا خلقنا مختارين، وعقيدة الجبر هي عقيدة باطلة أنشأها بعض سلاطين الجور ليخدروا المجتمعات الإسلامية، والصحيح هو أن الإنسان مخير، لكن ليس تخييره بمعنى أن كل شيء بيده، غالب الأمور خارج عن اختياره، بعض الأمور في اختياره، وهو ما يعبر عنها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. يعني مثلا إذا الآن كتفوا شخصا هذا الشخص كتفوه وسحبوه جبرا إلى الحرم مثلا، خطوة قبل الحرم أطلقوا سراحا، هذا الإنسان إذا وضع رجله في الحرم هل دخوله في الحرم يكون باختياره أو لا؟ نعم باختياره، مع أنه أكثر المقدمات لم تكن باختياره. يعني منا إلى الحرم نفرض 1000 خطوة، 999 خطوة سحب قسرا وجبرا، لكن الخطوة الأخيرة ما مجبور، قالوا له الأمر باختيارك، تريد أن تدخل أو تريد أن لا تدخل. فإذا هو وضع رجله داخل الحضرة ودخل فيها، هل هذا باختيار داخل أو بجبر داخل؟ باختيار داخل، ولكن أكثر المقدمات كانت خارجة عن اختياره. لذا احنا جميع الاعمال التي نقوم بها، هذه الاعمال هل باختيارنا؟ نعم، ولكن كل مقدماتها باختيارنا؟ لا، اكثر مقدماتها لم تكن باختيارنا. اولا وجودنا، احنا باختيارنا جئنا الى هذه الدنيا؟ لا. القدرة على العمل، هل نحن اقدرنا انفسنا على العمل؟ كلا، القدرة من الله سبحانه وتعالى. المقدمات الأخرى
مثل العلم، التصور، كذا كذا، هذه كلها منح من الله سبحانه وتعالى إلينا. ولا يوجد عمل من الأعمال لا توجد فيه مشيئة من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليست مشيئة جبر، وإنما مشيئة اختيار. يعني الله سبحانه وتعالى قدر كل المقدمات، ومن تلك المقدمات أن الإنسان باختياره يقوم بالعمل أو لا يقوم بالعمل. هذا هو معنى الأمر بين الأمرين. بعض خلفاء الجور كانوا يظلمون الناس، يستأثرون بالمال، يستأثرون بالسلطة، يخالفون أوامر الله عز وجل، يرتكبون المعاصي، بس يريد يبرئ نفسه. شنو طرحوا فكرة الجبر، أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. إذا أنا أظلمك لأن الله أراد، إذا أنا أعصي لأن الله أراد، إذا أنا ما صلي لأن الله أراد، حتى يبرئ نفسه ويخدر المجتمع. كل ما أنتم فيه الله أراد. صحيح الله أراد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد مع جعل الاختيار بيد الإنسان. الكافر يكفر بسبب أن الله سبحانه وتعالى خلقه، والله سبحانه وتعالى أعطاه العقل، والله سبحانه وتعالى أعطاه الفكر، والله سبحانه وتعالى جعله مختارا ولم يجبره ولم يقصره على الإيمان، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل. لأنه إذا الله ما أرسل الرسل ماكو واحد يقدر يختار الإيمان. الله أرسل الرسل وبين الطريق، فلذلك الإنسان يتمكن من اختيار الكفر أو الإيمان. صحيح أن الله سبحانه وتعالى أراد، ولكن الله أيضا أراد أن تكون أنت مختارا، أن تختار الخير أو تختار الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها يعني بين لها. كل إنسان بفطرته يميز بين الأمور القبيحة عن الأمور الحسنة. فإذن الأمور الغيبية هي المهيمنة على الأمور الطبيعية، لكن تكليف الإنسان أن يعمل حسب الأمور الطبيعية. أما الأمور اللي هي خارج عن اختياره فيتوكل على الله سبحانه وتعالى فيها. يعني مثلا من هو الرازق؟ الرازق هو الله سبحانه وتعالى. هل يصح لي أن أجلس في الدار وأغلق الباب ثم أقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وزين أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى؟ إذا الإنسان فعل كذلك لا يأتيه الرزق. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق، ولكن طلب منك أن تطلب ذلك الرزق، أن تروح تعمل حتى تحصل على ذلك الرزق. هذا مثل مثال نظير. أحد العلماء كان يمثل هذا المثال، يقول إذا أنت عندك حساب في البنك، وشخص جاء ووضع في حسابك البنكي مبلغ من المال، منو هذا المال دفعه لك؟ الشخص الذي تبرع لك بهذا المال. زين أنت أجلس في الدار تقول هذا إذا هو متبرع لي بهذا المال، لماذا لا أرى المال أمامي؟ زين الجواب أنه هذا الشخص تبرع لك بهذا المال وأرسل لك هذا المال، لكن عليك أن تطلبه. يعني تذهب إلى البنك وتسحب الأموال من رصيدك في البنك. فإذا جلست في دارك وتقول أنه هذا وعدني بأن يرسل لي مالا، وين المال؟ هذا كذب صدق؟ جواب أرسل لك مالا، بس أنت وظيفتك أن تروح، أن تذهب وتطلب ذلك المال. قد يكون الطلب سهل إذا البنك في نفس الفرع اللي أنت ساكن فيه، وقد يكون الطلب صعبا. مثلا المال وضعه في حساب في بنك بعيد في دولة أخرى، لازم تسافر وتتحمل مشاق إلى أن تقبض ذلك المال. الله سبحانه وتعالى كل إنسان من الناس عين له رزقا ورزقه ذلك الرزق.
وأرسل ذلك الرزق. هذا السبب الغيبي المهيمن. بس أنت هم عندك تكليف، تكليفك تطلب ذلك الرزق. الله سبحانه وتعالى قدر الخير لكل إنسان، لكن على هذا الإنسان أن يطلب ذلك الخير. الله سبحانه وتعالى بين الطرق، بس أنت شوية تحرك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق سائر الموجودات لا عقل لها، مسيرة، بس الإنسان فضله بالعقل وجعله مخيرا. بس جعله مخيرا مو معنى أن الإنسان خرج عن سلطة الله سبحانه وتعالى، لا، الإنسان تحت سلطة الله سبحانه وتعالى، لكن على الإنسان أن يعمل في ضمن دائرة حتى يكسب الخير، حتى يكون قابلا لثواب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه وجعل طريق الرحمة العبادة، فعلى الإنسان أن يجعل نفسه قابلا لتلك الرحمة عن طريق تلك العبادة. زين، إذا اتضح هذا الأمر فيتضح أنه بعض الأحيان الأسباب الطبيعية الإنسان لا تتوفر له. واحد يريد الأسباب الطبيعية ما تتوفر له، هنا يأتي شيء آخر. الشيء الآخر هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى ليهيئ الأسباب. تارة يهيئ أسباب طبيعية، تارة يهيئ أسباب غيبية. يعني مثلا إذا أنت مرضت تجلس في الدار تقول أنا مرضت، الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. صحيح، الشفاء من الله سبحانه وتعالى، بس أنت هم لازم تطلب ذلك الشفاء عن طريق الرجوع إلى الطبيب واستعمال الأدوية. إذا استعملت تلك الأدوية الله سبحانه وتعالى أيضا قد يشافيك. هذا سبب طبيعي، لكن هذا السبب الطبيعي هو ظاهر الواقع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شفى، بس أنت هم مكلف أن تعمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت هم لازم تنمي نفسك. صحيح كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، أنت هم لازم تنمي نفسك حتى تجعل نفسك قابلا لنيل المقامات العالية. الله سبحانه وتعالى حينما يقول ادعوني أستجب لكم، البعض يسأل أنه كثير من الأحيان إحنا ندعو ولا يستجاب، الله يخلف الميعاد؟ لا، إن الله لا يخلف الميعاد. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية وعد ادعوني أستجب لكم، حتى كلمة الفاء هم ما جاية، ادعوني فأستجب لكم، لأنه جزاء أستجب، حتى الفاء ما جاية لبيان شدة اتصال الاستجابة بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعان فورا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. زين، واحد يسأل يقول إحنا هواي ندعو، بعض الأحيان نذهب تحت قبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واستجابة الدعاء تحت قبته، ندعو لا يستجاب، في شهر رمضان ندعو لا يستجاب لنا، في المسجد الحرام ندعو لا يستجاب لنا، لماذا؟ لأن هذا السبب شنو هو؟ سبب عدم الالتفات الصحيح إلى معنى الاستجابة. كل هذه الأمور التي تجري في الكون بإرادة من الله سبحانه وتعالى. أنت إذا في يوم من الأيام لم تتمكن طبيعيا توصل إلى نتيجة، ادعو الله سبحانه وتعالى، الله يستجيب الدعاء، ولكن الله حكيم، استجابة الدعاء تختلف. إحنا نتصور أن استجابة الدعاء أنا أرفع إيدي أقول يا رب شافي مرضي، لازم في اللحظة المرض يذهب، أو أقول يا رب أرزقني، أريد في اللحظة من السماء في سلة تسقط الأموال في
حضني هكذا نتوقع. كلا، الله حكيم، القوانين الطبيعية الله جعلها، وما يريد أنه يخالف تلك القوانين الطبيعية في كل مرة. فلذلك استجابة الدعاء، كل دعاء مستجاب، لكن معنى الاستجابة، الاستجابة هي من الجواب. مرة أنت تطرق بابا، هذه الباب لا تفتح لك ولا أحد يقول من، زين، أو تتصل بالهاتف ولا أحد يرفع السماعة، تقول ماكو جواب أو لم يكن جوابا. وتارة تطرق الباب ويقال لك من، زين، ماذا تريد؟ أريد كذا، ما يخالف، هذا الأمر الذي تريده رحم يصنع، لكن هذا مو معناه أنه فورا، لأنه إذا كل دعاء كان مقرر أنه فورا وبالكيفية اللي الإنسان يريدها يستجاب كان صار فوضى في الكون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. بعض الأحيان الإنسان يريد شيئا ليس في مصلحته، الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم ولطيف بعباده، يشوف هذا العبد يريد شيئا ليس في مصلحته، فمن رحمة الله أنه لا يستجيب له بالكيفية التي يريدها، إنما يستجيب له بكيفية أخرى. يعني مثلا إذا أنت لك طفل صغير وهذا الطفل الصغير مريض تضره الحلوى، يشوف حلوى يطلب منك يا أبا يا أمه أريد هذه الحلوى، زين، أنت تشوف هذا مريض وهذه الحلوى مضرة له، لكن هو لا يدرك ذلك، ما يدري أنه هذه الحلوى مضرة له، زين، فيصر على الأبوين ويبكي ويستعطف، ولكن الأب والأم مو لأجل أنهما ليسا رحيمين بطفلهما، وإنما من باب مصلحة الطفل، هذا الطلب اللي أراده الآن ما ينفذوا له، قد يؤخرون تنفيذه إلى وقت آخر، بعد أسبوع إذا طاب من المرض ما كان يريده يعطونه. هو الطفل ما يدرك أنه هذا الشيء اللي الآن يعطوه نتيجة استغاثته قبل أسبوع، شوف أنه قبل أسبوع أراد شيئا لم يعطوه، بعد أسبوع عندما أعطي، الأب أو الأم إذا أعطوه هم في الواقع لأنه قبل أسبوع طلب منهم ده يعطوا له، ولكن هو لا يدرك ذلك، أو يريد شيئا مضرا يبدلوه بشيء أحسن منه، يريد شيء غير مفيد يطلب يبكي، الأب أو الأم يعطوه شيء أفضل مما طلب، هو استجابة لطلبه ولكن لا بالكيفية التي هو يريدها. يعني مثلا إذا فقير، زين، جائع، جاء إليك وقال أريد منك خبزا، هو طلب منك خبز، قد أنت تعطيه رزا تما، هو ما طلب منك تما، طلب منك خبز، أنت أعطيت له شيء أفضل، أو يطلب منك خبزا أنت ما تعطي خبز، تقول أنت فقير ما عندك بيت، تفضل هذا البيت هدية لك، طلبك منك خبزا قيمته قليلة أنت تعطيه بيتا، هو استجابة لطلبه لكن لا بالكيفية التي أرادها. الله سبحانه وتعالى حكيم، كثير من الأحيان طلبات الناس متناقضة، بس بعض الأحيان ماكو مصلحة، هذا المؤمن يريد شيئا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له بالكيفية التي يريدها، لأنه ليس فيها مصلحة يستجيب بكيفية أخرى، وقد لا يدرك الإنسان أن ذلك استجابة لدعائه. بعض الأحيان طلبات متناقضة، هذا يريد شيئا وذاك يريد شيء يناقضه،
مثل ما نقلوا أن امرأة كانت لها بنتان، إحداهما تزوجت بمزارع فلاح، والأخرى تزوجت بفخار، يعني هذا اللي يصنع الأواني الفخارية من الطين. فذهبت إلى الأولى فقالت لأمها: أدع الله سبحانه وتعالى أن يأتي في هذا اليوم مطر، لأنه عندنا زراعة وهذه الزراعة تحتاج لها إلى ماء. وراحت إلى الثانية، والثانية قالت لأمها: أدع الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي في هذا اليوم مطر، لأنه إذا هذا الفخار يبقى بالشمس يجف، إذا أجى مطر يخرب. زين، هاي الأم احتارت، هذه تريد شيء وتلك تريد شيئا، طلبات متناقضة. والله سبحانه وتعالى حكيم، يعمل بالحكمة. زين، هذا يدعو وذاك يدعو، الله بحكمته يستجيب لكليهما، لكن لا بالكيفية اللي هذا يريده. مثلا الله سبحانه وتعالى ينزل المطر، ولكن يقيض لهذا الشخص الفخار، يقيض له ناس يجون مثلا يشيلون هذه الأواني اللي مخليها بالشمس يدخلها في الدار حتى لا تخرب، أو يقيض إنسان مثلا يجيب له بلاستيك أو أي شيء آخر يضعه على هذا الفخار حتى لا يتكسر أو لا يخرب في المطر. هم هذا استجاب له، لكن لا بالكيفية التي هو يريده. والدليل على ذلك، إحنا الآن كل واحد من عندنا رجالا ونساء، قبل 10 سنوات يفكر يشوف أنه قبل 10 سنوات كان عنده حاجات، كثير من تلك الحاجات قد قضيت. الآن كل واحد من عندنا يفكر، السنة الماضية مثلا أجى إلى زيارة الإمام الرضا ودعا الله سبحانه وتعالى، كانت عنده حوائج. الآن إذا يفكر يشوف كثير من تلك الحوائج قضيت، وهو لا يلتفت ولم يلتفت إلى أنه استجاب لدعائه. وفي بعض الأحيان أكو في الحديث الشريف أنه قد لا تكون مصلحة نهائيا في استجابة ذلك الدعاء في الدنيا، الله يؤخر استجابة الدعاء إلى الآخرة وهو أحوج في الآخرة إلى استجابة الدعاء. يعني هنا يطلب من الله سبحانه وتعالى مثلا دفع مرض، هذا المرض ما يندفع ولا يعالج إلى أن يموت هذا المريض. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول له: أنت دعوت لكي تشافى، ما كانت مصلحة في الشفاء، الآن أنت أحوج أني أستجيب لك دعائك. الآن عندك ذنوب، هذه الذنوب تدخلك في النار، أني أغفرها لك نتيجة ذاك الدعاء اللي أنت دعوت. أنت دعوت برزق لم أرزقك ذلك الرزق، هنا أعوضك أضعاف كثيرة بدل ذلك الرزق الذي طلبته في الدنيا. فهذا هم استجابة للدعاء، ولكن بطريقة لا يشعر الإنسان. بعض الأحيان الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في معصية، يعني يطلب من الله شيء محرم، في قطع رحم مثلا، واحد مختلف مع أخيه، مع أبيه، مع ابنه، أخت مع أختها، هذا يدعو على ذاك وذاك يدعو على هذا، الله هذا الدعاء لأنه في معصية لا يستجيب له. ليش؟ لأنه أنت لازم تدعو بالكيفية التي الله سبحانه وتعالى أمرك بها. إذا دعوت بتلك الكيفية التي نهاك الله عنها فهذا الدعاء ما راح يكون مستجاب، بل قد يتحول وبالا عليك. فإذن نلخص الكلام، أن الإنسان في كل صغيرة وكبيرة يدعو الله سبحانه وتعالى. أكو في حديث شريف أن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خاطبه الله أنه أطلب مني كل شيء حتى الملح، ملح الطعام، ملح الطعام شيء لا قيمة له عادة، متوفر في غالب الأماكن، لكن حتى هذا أطلب مني. لكن هذا مو معنى أنه أنت لا تعمل. مرة أخرى موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى: أليس الداء منك؟ المرض منك؟ نعم.
أليس الشفاء منك؟ نعم. زين، إذا الداء منك والدواء والشفاء منك، فلماذا أنا أذهب إلى الطبيب؟ الله سبحانه وتعالى قال له: أتريد أن تبطل حكمتي؟ الله سبحانه وتعالى جعل رزق الناس بعضهم مرتبط بالبعض الآخر، دع الناس يرزق بعضهم بعضا في الحديث الشريف، فرزق كل واحد بطريقة. الله سبحانه وتعالى جعل أيضا رزق الأطباء عن طريق علاج المرضى. هذه من الحكمة، لكن أنت أعلم أن هذا الطبيب فقط مجرد وسيلة ظاهرية. فإذا الإنسان يعلم بأن كل شيء بيد الله، لكن هذا لا ينافي اختيار الإنسان. بعض الأمور الإنسان باختياره يعمل بها، والأمور التي الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يسير فيها اللي هي القوانين الطبيعية لازم لا يتركها بحال، لازم يعمل بها، ولا يتوقع أن النتيجة تكون حسب ما أشتهيه. ذكرنا: ولو اتبع الحق أهواءهم، في الآية الشريفة، لفسدت السماوات والأرض. ولكن لتكن متيقنا أنك إذا لم تدع في معصية الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، وقد لا تلتفت إلى تلك الاستجابة، لكن رح يستجيب لك كما وعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الله.